هذا يسأل يقول: إذا صليت تراويح مع الإمام وصلى الوتر وأوترت معه، هل أقوم بعد السلام وآتي بركعة علشان يشفع هذا الوتر، وأقوم من آخر الليل وأصلي وأوتر؟ هذا جائز لا بأس، لكن كونك توتر مع الإمام وتكتفي بالوتر هذا وتقوم آخر الليل وتصلي ما تيسر لك وتكتفي بالوتر الأول مع الإمام، هذا جائز أيضا. فهو يعني الحالتان جائزتان، جائز إنك تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة وتخلي وترك في آخر الليل، وجائز إنك توتر مع الإمام وتكتفي بالوتر مع الإمام وتقوم آخر الليل وتصلي ما تريد مما يسر الله عز وجل، وتكتفي بالوتر الأول، وهذا أحسن، هذا أحسن. نعم.